لايك وسبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس علشان نبدأ الحدوتة ونقول بسم الله. كان في واحدة شريرة اسمها أمنا الغولة، كانت بتاكل العيال. هي كده هوايتها تاكل العيال وبس. بس ايه بقى، بتحب العيال المقلبظين، كل ما تشوف العيال بيلعبوا في الجنينة اللي قدام بيتها تفضل تنادي عليهم، تعالوا يا ولاد اجيب لكم حاجة حلوة، تعالوا يا ولاد، وتأكلهم حاجة حلوة علشان تتخنهم وتاكلهم. تقول لهم تاخدوا التفاحة اللي بالعسل دي، وفعلا العيال يفرحوا بيها وياخدوها منها وياكلوا. اول ما العيل يقلبظ من دول تدخلوا بيتها ومبلعاه، والحمد لله انها بتبلع العيال على طول من غير ما تمضغهم. واخر الحدوتة هقول لكم ليه انا بقول الحمد لله انها بتبلعهم ما بتمضغش بسنانها. بس الناس استغربوا ليه كل ما عيل يدخل بيتها ما يخرجش تاني. اهل المدينة اتفقوا انهم يجمعوا بعض يقفوا قدام بيته من الغولة ويشوفوا ايه الحكاية، ليه كل ما عيل ما يدخل عندها ما يخرجش. وفعلا اتجمعوا وقفوا قدام بيتها، وفعلا فضلوا واقفين يراقبوا الموضوع من بعيد. والعيال هم بيلعبوا في الجنينة، كل ما منى الغولة تنادي على واحد منهم ويدخل البيت عندها ما يخرجش تاني، كل ما تنادي على واحد منهم يدخل البيت عندها ما يخرجش تاني، وبتنقي العيال التخينة. أهل المدينة جروا على بيت منى الغولة وهجموا عليه. أمنا الغولة خافت منهم وفضلت تصرخ وتقول لهم عايزين مني ايه، انا ما عملتش حاجة، ده انا كنت باكلهم حاجات حلوة وبس، هم اللي بيغيبوا عنكم، شكل الديابة هي اللي بتاكلهم. وفعلا أمنا الغولة عرفت تهرب منهم وجري على القرية اللي جنبهم، هم ما يعرفوش حاجة عنها وهي ما تعرفش حاجة عنهم، فقالت تمثل عليهم دور الطيبة. وفضلت ماشية وماشية وماشية لحد ما وصلت في أول القرية في بيت بتاع الست طيبة والسيد طيب وأولادهم. وفضلت واقفة قدام بيتهم تحت الشباك تسمعهم بيتكلموا في إيه علشان تعرف طبعهم. وعرفت من الحديث اللي بيدور بين الست طيبة والسيد طيب إن دول ناس طيبين وأهل كرم وبتوع ربنا وبيكرموا الضيف، فقالت تمثل عليهم دور الطيبة المسكينة الغلبانة. وعرفت كمان ان السيد طيب هيمشي ويروح شغله وهيبات هناك. وفي نفس اليوم ده كانوا هي بتسمعهم، سمعت صوت الدادة وهي بتحكي الحدوتة للولاد لما دخلوا يناموا، وعرفت انها تعبانة وعملت كح كح كح، وقالت لهم يا ولادي انا ممكن احكي لكم الحدوتة النهاردة وهمشي بكرة اروح على بيتي واخد اجازة علشان انا تعبانة وما بقتش قادرة كتير على شغل البيت، فانا هروح استريح في بيتي لحد اما اخف باذن الله، وبعد كده بارجع لكم تاني، ما تزعلوش مني يا حبايبي. الولاد قالوا لها الف سلامة عليك يا دادا، احنا زعلانين عليكي مش زعلانين منك. وتاني يوم السيد طيب رايح على شغله وكان هيبات هناك، قال لمراته انا جبتلي كل حاجة في البيت ومش تفتحيش الباب لحد ولا تدخلي حد غريب بيتك، وسلم على ولاده ومشي راح على شغله. أمنا الغولة خلت السيد طيب راح على شغله وخبطت على الباب وقالت تستغل طيبة الست طيبة. قالت لها ازيك يا ست طيبة عاملة ايه؟ قالت لها انت مين؟ قالت لها انا امك الغولة. قالت لها أمنا الغولة؟ قالت لها ما تخافيش مني، انا اسمي أمنا الغولة لكن انا طيبة. الست طيبة ردت وقالت عايزة ايه يا أمنا الغولة؟ قالت لها انا كنت ماشية هنا في القرية بعد ما بيتي اتهدى عليا في القرية اللي جنبكم، وجيت على القرية اللي هنا سمعت عن طيبتك واخلاقك قلت عدى سلم عليكي، وكمان سمعت ان الدادة بتاعت الولاد تعبانة وهتمشي على بيتهم، فقلت يا جنى اساعدك في شغل البيت واحكي الحدوتة للأولاد وساعدك في تربية الأولاد لحد السيد طيب كمان ما يرجع من شغله. والست طيبة بطيبتها فتحت الباب ودخلتها وصدقت إن دي واحدة غلبانة وعايزة تساعدها. نسيت كلام جوزها ليها لما قال لها ما تدخليش حد غريب بيتك، ودي الغلطة اللي ارتكبتها الست طيبة. وفي يوم وبنت الست طيبة بتلعب في جنينة بيتهم، بنت الست طيبة شكلها جميل وطيبة وأي حد يشوفها يحبها، فكان أي حد يشوفها يبقى عايز يلعب معاها.
والبنت وهي بتلعب في الجنينة قابلوها طفلين أول مرة تشوفهم، نادوا عليها وقالوا لها ممكن نلعب مع بعض ونتعرف على بعض ونبقى أصحاب؟ قالت لهم طبعا أكيد، بس أنا أول مرة أشوفكم، هو أنتوا مين؟ قالوا لها إحنا من القرية اللي جنبكم، بس بابا جاله شغل في القرية بتاعتكم فباع بيتنا هناك واشترى لنا بيت هنا وجينا كلنا على هنا ونعيش هنا مع بعض. انتوا كده يا ولاد عرفتوا ايه هي القرية اللي جنبهم؟ اكيد طبعا عرفتوا، القرية اللي كانت عايشة فيها من الغولة وكانت بتخطف الاولاد وتبلعهم. واتفقوا مع بعض انهم يكونوا اصحاب، وهما بيلعبوا مع بعض بصت لهم من الغولة من الشباك بتاع البيت ونادت عليهم وقالت تعالوا يا ولادي كفاية لعبة كده هتخشوا، انا عايزاكم تخان ومربربين، تعالوا انا هجيب لكم حاجة حلوة، اسمعوا الكلام علشان تبقوا شاطرين وهاتوا اصحابكم كمان معاكم. وقالت لهم انا عايزاكم كل يوم تاكلوا التفاح بالعسل اللي انا بعمله ده، وتاكلوا كتير لحد ما تكلبظوا وتتخنوا، وكل ده ليه؟ علشان تبلعهم زي ما كانت بتبلع الاطفال في القرية اللي جنبهم. الولاد لما شافوها خافوا منها، اللي كانوا عايشين في القرية اللي جنبهم دول كانوا عارفينها طبعا، خافوا منها وجريوا على صاحبتهم وقالوا لها اجري بسرعة، دم من الغولة، دم من الغولة اللي بتبلع العيال. وبنت الست طيبة ما كانتش مصدقة اللي بتسمعه، خافت وجريت على مامتها وحكت لها اللي حصل، ومامتها اتصلت بسرعة بباباها علشان يجي ويشوف ازاي ومن الغولة بتبلع العيال وهي مخلياها في بيتها، الكلام ده صح ولا كده؟ وأم من الغولة برضو دخلت وراهم على البيت وجايبة لهم قال ايه فاكهة ومصرة تأكلهم وتقول لهم خدوا كلوا كتير، أنا عايزاكوا تتخنوا وتربربوا، أنا عايزاكوا تتخنوا وتربربوا. بس كانت خلاص بقى الست طيبة اتصلت بجوزها وجايلها في السكة، وهنا رجع السيد طيب من شغله وزعق بقى واتعصب على مراته وقال لها انا قلت لك قبل كده ما تدخليش حد غريب البيت، حد ما نعرفوش. قالت له صعبت عليا بتقول انه بيتها تهدى عليها. قال لها ازاي تعملي كده؟ قالت لك بيتها تهدى عليها تصدقيها على طول؟ المفروض ان احنا ما نصدقش اي حد وخلاص وندخله بيتنا وننيمه في وسط اولادنا، ما ينفعش حاجه زي دي تحصل، اهي كده كان ممكن تبلع اولادك. قالت له طب وانا دلوقتي هعمل ايه؟ قال لها ما تعمليش حاجه انا اللي هعمل. واتصل بسرعة بالشرطي بتاع المدينة القرية وجاله الشرطي. الشرطي قال للسيد طيب يا سيد طيب احنا مش هينفع نسمع كلام العيال ونصدقهم ونسجن الست امنا الغولة دي على طول، لازم نبعث لأهل القرية اللي جنبنا ونسألهم كلام الأطفال صحيح ولا لأ. وفعلا بعتوا لأهل القرية اللي جنبهم مرسال بيحكي لهم الحكاية، وأهل القرية لما سمعوا الموضوع جمعوا بعضهم وجم جري عليهم علشان يمسكوا من الغولة. ومش أهل القرية اللي جنبهم بس اللي اتجمعوا، ده كل القرى المجاورة اتجمعوا عايزين يمسكوا من الغولة ويسجنوها ويقتلوها، وفضلوا يقولوا هتهنى هي فين من الغولة، احنا هنقتلها احنا مش هنسيبها، وفضلوا يقولوا سيبوها لنا واحنا هنقتلها، احنا هنقطع لحمها نسايل، دي كلت عيالنا، دي قتلت العيال. وهي اتفاجئت بأهل القرية اللي جنبهم اللي هي هربت منهم وتقول لا انا ما عملتش حاجة، انتوا مين اللي دلوكوا عليا؟ انتوا عرفتوا مكاني ازاي؟ انا ما عملتش حاجة، ده انا كنت حنينة على اولادكم، انا ما عملتش حاجة. وتقول لهم محدش هيقدر يأذيني واللي هيقرب مني أنا هبلعه زي ما كنت ببلع ولادكم، هبلعه في بطني زيهم بالظبط. الشرطي كان ذكي جدا، قال لهم اسمحوا لي أنا اللي هتصرف، أنا شايف حركة الولاد في بطنها، احنا نفتح بطنها ونخرج العيال ونخيط لها بطنها تاني ونعمل لها سجن ونسجنها فيه، لكن ما نقتلهاش، هي برضو ست عجوزة. أمنا الغولة اتخضت قالت لهم ايه هتفتحوا بطني؟ لا محدش يفتح بطني وخرج العيال منها، انتوا اتجننتوا، انتوا ازاي عايزين تعملوا فيا حاجة زي دي؟ محدش هيقرب مني واللي هيقرب مني قلت لكم انا هبلعه. لكن اهل المدينة فعلا هجموا عليها وفتحوا بطنها وخرجوا ولادهم وخيطوا لها بطنها تاني زي ما اتفق معاهم الشرطي علشان ما تموتش. والعيال خرجوا وجري كل عيل منهم على حضن باباه وبقوا فرحانين يقولوا له بابا حبيبي بابا حبيبي.
كل الأطفال دول يا عيني كانوا محشورين في بطن من الغولة، ولما فتحوها لقوها هي موجودين فيها بس لسه عايشين. شفت قلتلكم ليه أول الحدوتة إنهم من الغولة؟ الحمد لله إنها بتبلع العيال مش بتمضغهم بسنانها علشان يفضلوا عايشين في بطنها، وكل عيل خلاص رجع لأمه وأبوه. والشرطية عمل لها سجن بباب حديد وشباك حديد وحبسوها وقفلوا عليها الباب، وهي محبوسة وزعلانة وتقول معقولة مش هاكل عيال تاني؟ والعيال رجعوا يلعبوا تاني في الشارع زي ما كانوا، وما بقوش خايفين منهم من الغولة ولا حاجة خالص، والحمد لله بقوا مبسوطين. والسيد طيب رجع لبيته وولاده، والدادة بتاعت الأولاد كمان خفت ورجعت لهم تاني تحكي لهم الحواديت وتهتم بيهم وتساعد الست طيبة في شغل البيت. ومن الغولة كملت عمرها كله في السجن، وتتوتة خلصت الحدوتة. ما تنسوش بقى يا صحابي تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس علشان أحكي لكم حدوتة تاني. تصبحوا على خير.